اطلعنا معالي الوزير على فعالية نشاط جهاز مكافحة التهريب بالرجيم اللي قدر بال 2024 بالرغم العديد القليل جدا من العناصر الموجودة قدر يعمل انجازات مهمة جدا جدا جدا. العبرة من هذا الأمر إنه لما في إرادة وفي رعاية البلد بيمشي، بدليل إنه عشرات المداهمات انعملت بكل المحافظات، مصانع قدرنا ندهمها ونصادر المعدات، مطابع قدرنا ندهمها ونصادر المعدات، مستودعات قدرنا ندهمها ونصادر البضائع. طبعا هذا كله بعود بالوفر للدولة وللخزينة، وهذا الأمر ما كانش تحقق لو ما في رعاية من معاليه وفي تجاوب مع نظرة الرجيم لموضوع أساسي باستراتيجيتها للتنمية المستدامة ألا وهي مكافحة التهريب. هودي الشباب اللي معي، رئيس المصلحة ورئيس المكتب ورؤساء الفرق، عملوا شغل مثالي جدا خلال هذا العام، وإن شاء الله قريبا رح يكون في عنا مؤتمر صحفي نعرض فيه المعدات والمواد اللي تم مصادرتها. ساعاتك تقريبا للدهم وانضبطوا قديش هو اللي بيحققوا الشيء هلا هم هو مع محمد صراحة، لأنه بدي يكون في جردي عاملينها، بس عم نحكي بكميات ضخمة، يعني عم نحكي بكميات فوق 50 60 مليار عائلية قيمة المغرب. قريب قلنا إياها ساعات 50-60 مليار تقريبا الكميات اللي تم مصادرتها عدا المعدات وعدا الآلات وعدا بما فيه المطبع الدولارات مزيفة، يعني تطبع دولارات مزيفة، بلغت تقريبا قيمة المصادرات بحدود 50 مليار ليرة. إضافة لمسألة كتير مهمة يلي هي أنه أثبتنا أنه الدولة موجودة والهيبة هيبة الدولة موجودة، ورؤساء البيع المتورطين ببيع المصنوعات التبغيه واللي هن مرخصين من الرجي تم ايقاف تراخيصهم وممنوع يتمول من الرجي. يعني هذا الموضوع كمان مهم كثير لانه عم بياكد جديه مكافحه التهريب. طبعا في معدات ضخمه كثير كبيره سوف يتم عرضها لاحقا من خلال المؤتمر الصحفي بيحضره مع الوزير. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، نحن موجودين بوزارة المال معكم غيدة جبيلي، غيدة جبيلي وربيع الدعوء لنعرف أكثر حول هذه المسألة، إلى جانب أستاذ محمد الظاهر رئيس مكافحة فريق المكافحة. أول شيء يعطيكم العافية على الجهد اللي عم تعملوا، يعني خبرنا بالفترة الأخيرة واضح بأنه جهدكم عم بيكون منكب على ضبط عمليات التزوير الواسعة، بأي مناطق أكثر شيء عم بتكون وشو أكثر عملية اليوم واجهتوا فيها مشاكل في هذا الإطار أو كميات كتير كبيرة؟ الحقيقة نحن مكافحة التهريب والتزوير بكل مناطق اللبنانية دون استثناء، وان تجينا إخبارية عن أي محل نحن عم ندهمه، سواء من الهرمين لمجد العنجر للضاحية لطرابلس لعكار، لكل المناطق اللبنانية دون استثناء، حتى بجنوب بظل هالظروف المعارك اللي عم بتصير قدرنا صادرنا مطبعة تطبع أكياس للتزوير المعسل، فإجمالا بكل المناطق اللبنانية دون استثناء، مع أن تمييز بين منطقة أخرى ضبطنا كميات هائلة. النشاط ما زاد، النشاط هو ذاته بعده مستمر من 10 سنين وجاي، ولكن كنت يعني اجت قصة كورونا وقفت شوي العملية، هاي تأخرت الوضع اللي صار ب 17 تشرين هاي أخرت شوي، ولكن نحن جهدنا مستمر ومكمل وراح يزيد أكثر وأكثر طبعا بسبب رعاية معالي الوزير لنا ورعاية الإدارة، وإن شاء الله إذا زودونا بكل الشيء اللي طلبناه راح يزيد شغلنا أكثر وأكثر. اليوم في مافيات عم تشتغل على عمليات التزوير بمختلف المناطق، يعني فيك تسميها مافيات، نحن بنسميها التجار، ومن هون بوجه تحذير لكل التجار، ما عندنا تاجر صغير وتاجر كبير، بالنسبة لنا كلنا تحت سقف القانون، كله بده يوقف رخص وفي حال كان مرخص من الإدارة، وما عندنا زايد وعمر كله مثل بعضه، كله راح نداهمه بكل مناطق اللبنانية. من هون بوجه تحذير لكل التجار اللي بيتعاطوا بالتزوير قبل غيره. كنت عم بتقول انه طلبتوا من معالي تزويدكم بمعدات، يمكن تقدروا شو طلبتوا من الوزير؟ هاي خليها تنشوف بلا بعدين
في شيء يعني دعم لوجستي كامل، في دعم بالأسلحة وبهيك شيء، هو بده يحكي لنا مع بعض المعنيين بس. اليوم في خطورة عم بتكون بظل المكافحة؟ ما في شيء تقليل، أنت لما بتنزل على أي منطقة بتتوقع أي شيء، لأنه طبعا المهرب بخاف على رزقه وبده يعمل كل الوسائل تقدر يواجه، فنحن كمان له بالمرصاد كمان. كنتوا عم تحكوا انه اضفتوا الى خزينه الدوله مبالغ كبيره في هالاطار، خلينا نرجع نعيد اليوم قد ايه قدرتوا بظل المكافحه انكم تحرزوا؟ نحن عم نحكي باربع خمس اشهر، يعني هي احصائيه اربع خمس اشهر قلنا زادت قيمه المصادرات ما يعادل شي 50 مليار، مش حقهم هول المصادرات، نحن بنتلفها لانه معظمها تزوير، ولكن الغرامات المتوجبه على المخالفين بتطلع هالقد 50 مليار وما فوق كمان، وان شاء الله من هون لاخر السنه بنوصل لمبالغ هائله. طبعا بالاضافه لذلك كمشنا مطابع بتزور حتى دولارات، هيدي شفناها بالفتره الاخيره وكانت منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، شو صار بهيدي المطبعه اللي كانت عم بتزور دولارات وكيف قدرتوا اليوم انه تنجحوا بضبطها؟ خبرنا هيك، اعطينا كشف لنا بعد ما هيدي. نحن فتنا على اساس مطبعه بتزور اكياس، طبعا نحن لو في مطبعه بتزور دولارات ما بيحق لي فوت، بدي نيابه عامه تمييزيه. نحن فتنا على بتزور يعني بتزور اكياس تتزور معسل، فلقينا دولارات مباشرة لازم نخبر القضاء، أعطانا إشارة القضاء بأنه نحن نسلم هالمضبوطات مع هالشخص اللي هو مخالف وسلم للقضاء، هونيك القضاء هو بيسفل منه ليه ونحن معاش العلاقة. كانت كمية كبيرة محضر، طبعا سلمنا محضر ما عديناهم كميات كبيرة من دولارات المزورة أكيد. بأي منطقة تقريبا كانت؟ فضحت هي على وسائل التواصل الاجتماعي بالضاحية الجنوبية. شكرا لك على كل هذه المعلومات. اذا يعني هيدا كان متابعه لعمليات الضبط الواسعه اللي عم بتقوم فيها الرجيف فيما يتعلق بموضوع التبغ والتنباك، ولكن اللافت بانه الفتره الاخيره كانت عمليات ضبط لمطابع وخصوصا مطبعه للدولارات، وكنا قد استمعنا الى الاستاذ محمد الظاهر وهو رئيس فريق المكافحه. هذه الاجواء من وزاره المال. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيداء أجبيلي وربيعة عوق.